الفرق اكبر منهم ياك خصكم تعرفوا هذا المثال. وثانيا خصكم تعرفوا بلي حتى حنايا الفوتوغرافا كنا مهادو المرحله حنا كنا اطفال معكم وتعلمنا وتشربنا وقرينا وهذه ولكن رجعنا عاود للدار لان دار الشباب واحد المؤسسه ديال كيتسمى مؤسسه ديال التربيه بحال بحال المدرسه صافي كنقراو في المدرسه ولكن كنجيو لدار الشباب باش كنتعلموا قيم جديده ونتعلموا اخلاق جديده ونتعلموا كيفاش نحترموا بعضياتنا نعرفكم على راسي في البدايه انا الاطار في الى عمراوي لي الشرف اننا نديروا اناشيد ونديروا انشطه جماعات نبداو بواحد النشيد ديال نشيد الصباح وراني سمعتكم لان الاناشيد اللي دازو تبارك الله مشروع ديال واحد الفرقه صوتيه ممتازه ولكن الذكور راه باقي شويه ناعسين صافي خاصكم ندير واحد النشيد الصباح نفيقوا به جميعا هاد الاشاره عرفتي ديال ياش هاد الاشاره خطو ملي يكون انا كندير هادي نتوما كتسمع ولا تعطيتهم الاشاره ساعة نتوما تهضروا صافي متفقين قم بكير قم بكير قبل مطير العصافير قم بكير قم بكير قبل مطير العصافير قل ماما صباح الخير قل ماما يا نور العين قل ماما صباح الخير قل ماما يا نور العين بابا صباح الخير ماما يا نور العين بابا صباح الخير ماما يا نور العين قم بكير قم بكير قبل مطير العصافير قم بكير قم بكير قبل مطير العصافير قل بابا صباح الخير قل ماما يا نور العين بابا صباح الخير ماما يا نور
لوننا أعتز به وبنجمته أعتز به وبنجمته وأعاهده أن روحنه وأعاهده أن روحنه هذا عالمي. هذا عالمي بالحب. هذا أول أمور. برافو عليك.
ربي حر هجير أعطني لله شيئا يا أخ المال الكثير فمن يعطي محتاجا أجره أجر كبير ليت يا كهف عني هب عيد رضاك أدخل الآن بيتي وتطلب المال مني إذا طلبت حياتي إن أخرج سريعا فإنني أعددت آلاف عقاب للسائل المتمني يا شكوة البخلاء من مالك في الأحياء ماذا أرى أرجو من الأغنياء يعيشك الفقراء هم الذي يشتريه من كل هذا الثراء إن لم يكن فيه خير وللأشقياء سلام عابد الدنيا سلام عاشق الذهب أتيتك ناصحك أدعوك للخير تستجب كيف تظن بالأموال تجهزها بلا سبب فحولك كن محتاجا يا كرب يموت من السعف من عري ومرض وجهل وسخط أبي كيف تظن بالأموال تجهزها بلا سبب وحولك كن محتاجا يا كرب يموت غدا سوف فحص اجمعه وحرص عليه وغدا سوف تذهب به إلى جهنم وسوف يكون عقوبا لذلك الجسم فعلا أمالي جئت تطلب ولتفرخها على الناس على رزق ومحتاج وشحال وكنات هل تدعو لخيراتي أم تدعو لإفلاس رويدك لا تصدي لا تضايقني بمثل كرامك القاسي ألا فخرج فقد صدعت لي رأسي تسكت ولا تتكلم يا المال أعمال حتى ما عدت لك لا تفهم بعت الدين في الدنيا فصرت أكبر مجرم اليوم بالمال تزهى وغدا سوف تندم اجمعه واحرص عليه واذهب الى جهنم غدا سوف يكون مفقودا بذلك الجسم فعلا اين مالي اين عقلي اين روحي وحياتي اين ما وفرت منه كل هذه السنوات ذهب المال لذلك البطون الجائعات يا ليتني متعت نفسي قبل تلك النكبات أنا تكون محتاجا لقد تساوينا فما عاد غني وفقير رحم الله زمانا كنت فيه كالأجير وزمانا كان المال فيك يستجير قم معي الآن وسر حيث أسير ولق الذل من الناس كشحات ضرير ليس يجدي المال في كفي لبخيل أو حقير Yeah.
تلقب بسفينة الصحراء. من هو الحيوان صاحب الذاكرة الطويلة اللي كان حسام؟ نعم خمسة. كاملين سابقين كده سمعت الفواكه كاملين ها مراعي المستقبل سهل نحن مراعي Thank you.